يصادف اليوم 22 من أكتوبر اليوم العالمي للتوعية من التلعثم، حيث تحتفل المنظمات والهيئات المعنية للتضامن مع المصابين حول العالم والتوعية بكيفية التعامل معهم، خصوصا أن حالتهم قد تكون عائقا أمام تحقيق طموحاتهم المهنية والاجتماعية. اليوم 22 طبعا، تفاصيل مع غنوة كنان. التلعثم أو التأتأة مصطلح يعتبر الأكثر شيوعا، وهو يعرف بتكرار مقطع من الكلمة أو كلمة كاملة لأكثر من مرة من خلال الحديث، ما يتسبب في إحراج المصابين به في أغلب الأوقات، كما أنها قد تكون عائقا بالنسبة لهم أمام تحقيق طموحاتهم المهنية والاجتماعية. تم تخصيص اليوم العالمي للتلعثم بهدف رفع التوعية به ونشر ثقافة التضامن مع المصابين به وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم. يصاحب هذه الحالة عدة أعراض، لفظ بعض الأحرف أو البدء بالجملة مع تكرار بداية الجملة لعدة مرات، وأيضا هناك سمة أساسية لهذا المرض وهي تكرار صوت معين أو كلمة معينة أكثر من مرة، ويصاحب ذلك سرعة في التحدث وارتجاف في الصوت والفك أثناء الحديث. كما ويصيب التلعثم نسبة كبيرة من الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم، ولكن معظمهم يعود لطبيعته بعد سن الخامسة، ويستمر البعض الآخر منهم معاناة التلعثم في سنوات أخرى من عمرهم. وهناك عدة أنواع من التلعثم. أولا، التلعثم الذي يصيب الطفل في مرحلة النمو، وغالبا يصيب الأطفال الأصغر من عمر الخمس سنوات، وذلك أثناء تنمية قدرتهم في الكلام واللغة، وغالبا ما تذهب هذه الحالة وحدها دون الحاجة لعلاج. التلعثم الذي يحدث نتيجة وجود خلل وإشارات غير طبيعية بين الدماغ والأعصاب والعضلات، في هذه الحالة يجب عرض المصاب على طبيب مختص لتلقي العلاج. ثالثا، التلعثم النفسي الذي ينشأ في الجزء الذي يتحكم بالتفكير والمنطقي في الدماغ، وينشأ هذا النوع من التلعثم نتيجة صدمة عاطفية أو انهيار عصبي أو بعض المشاكل النفسية. وتشير آخر الإحصاءات إلى أن 1% من سكان العالم مصابين بالتلعثم، 5 منهم من الأطفال، ونسبة إصابة الذكور تعادل 4 أضعاف نسبة إصابة الإناث بالتلعثم.